السلام عليكم متابعي الشاق خياطة وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم هذا الموديل، هذا الطريقة ديال الخياطة ديالو والتفصيل ديالو. كيف شتو ديال البنيتات، فيه من الفوق يعني تونيكا ومن التحت تنورة بالكسرات. تنورة خلاص راكم عارفين سهلة بالكسرات، أو بالنسبة للتونيكا الفوق إلا كانت عندكم مثلا توني يعني عند البنيتات ديالكم تونيكا في الابيض او لا في الاسود استعملوها، الا ما كانش غتاخذوا ثوب ليكرا نصف متر راه كافي لاي بنيته، لان اصلا العرض ديالو غيكون متر ونصف، نصف متر، وغادي تفصلوا منه هاد التونيكه هذه. غادي نشرحها معكم. غتاخذوا الثوب وتثنيوه على جوج وتعاودوا تثنيوه على اربعه. غتاخذوا ثوب ليكرا كي قلت لكم ليكرا ديال القطن اللي تيكون كيتمد، ثوب ديال القطن ليكرا القطن اللي كيكون كيتمدد، اللي كيكونوا منه داك السالوبيطات ديال الاولاد ديال الرضع يعني اللي يلاه كيتزادوا. وغادي تحتاجوا لداك القطعه اللي غتجي فوق على الكول، يعني غتجي داك القطعه بالكشكشه هذيك، غادي تحتاجوا الثوب ديال المسلين. وبالنسبه للتنوره غادي تحتاجوا الثوب ديال الساتان، الساتان اللي تيكون واقف. صافي، غادي تاخذوا ثوب ليكرا وغادي تحطوا المقاس ديال البنيته بحال هكا، وغتدخلوا في العنق بستة سنتيم وتنزلوا من الكتف بجوج سنتيم فقط بحال هكذا. وغادي تحطوا التركيز. التركيز كيفاش ديروا؟ تاخذوه تاخذوه من الكتف على الدوره ديال الابط بحال هكذا، وخذوه يكون عادي يعني ما يكونش واسع، لان هكا تعرفوا ليكرا باش يجيها مضبوط. اولا لا عندكم شي يعني تيشيرت للطفلة ديالكم غادي تثنيو على اثنان وتحطوه وتاخذوا عليه العبر تراسيوه. تحطوا كي قلت لكم التركيز، تقسموه على اثنان، وغادي نحطوا المقص ديال الصدر. المقص الصدر خذوه مضبوط باش يجيهم مضيق، باش يجيهم بحال هكذا في اللبسه لاصق، خذوا يعني المقص مضبوط ما تزيدوا حتى شي حاجه، زيدوا فقط سنتيم ديال الخياطه كي كتعرفوا ليك راه كتمدد باش يجيهم يعني لاصق، ما يجيهمش فضفاض كيف ما في الصوره يجيهم. وغادي تدخلوا بسنتيم من هنايا، الكبار كندخلوا ب 2 سنتيم والصغار غندخلوا غير بسنتيم. صافي، وغادي تحطوا الطول ديال هاد التيشيرت هذا. وهنا بالنسبه هنا غتحطوا المقاس ديال الحزام الا كانت الطفله يعني عندها الكريشه او لا شي حاجه، وغادي تهبطوا بالمقاس ديال الحزام باش يجيهم يعني تهبطوا دغوات باش يجيهم ما ديروش العرض ديالو، تهبطوا بالمقاس ديال الحزام باش يجيهم ضيق ويجيهم لاصق، باش منين تلبسوه مع تلبسوه مع التنوره ما يبقاش يطلع ليهم. صافي، ديروه شي شويه طويل باش يتخشى ليهم في التنوره. وغنزلوا من العنق ديال الظهر سنتيم ونصف، والعنق ديال الامام نزلوا ب 7 سنتيم. صافي، غادي نقطعوها. بحال هكذا، ونحيدوا الامام على الظهر. وغادي ندوزو نفصلوا داك القطعه. غادي تاخذوا داك القطعه اللي غتركب بثوب المسلين اللي غادي تركب على الكول، غادي تاخذوا قطعه ديال الثوب المسلين وتحسبوا الدوره ديال العنق ديال الامام زائد الدوره ديال العنق ديال الظهر، وتضاعفوها مرتين. مثلا عندكم في الدوره كامله مثلا الدوره ديال العنق ديال الامام، ها نتوما كيشتو الدوره ديال العنق ديال الامام نزلنا بسبعة، يعني نزلنا بسبعة سنتيم من هنا، تحسبوا الدوره ديال العنق كامله الامام والعنق ديال الدوره ديال العنق ديال الخلف كامله. مثلا عندكم فيها 16 غديروا 16 زائد 16 هي 32 سنتيم، وتحطوها هنايا، تحطوا المهم الدوره ديال العنق زائد العنق ديال الامام زائد الدوره ديال العنق ديال اثنان ديال الخلف مضروبه في اثنان، وغادي تحطوها ثوب بحال هكا بحال هذا الشكل هذا، وديروا العرض ديالها واحد 8 سنتيم او 10 سنتيم على حسب 8 10 سنتيم. بحال هكذا فاش غنجي نوريكم طريقه الخياطه في قطعه صغيره غادي تفهموا. وغادي تقطعوها حتى
حتى ديروا لهذاك الكشكشه ديال داك ديروا داك الكشكشه بالثوب بالخيط والابره حتى يبقى لكم غير القياس ديال الدورات ديال العنق الامام وديال الخلف. وغادي تحتاجوا حتى لذاك الدونتيل اللي غادي تركب، تاخذوا الدونتيل اللي يناسب اللون، يعني مثلا شوفوا الالوان نتوما اللي بغيتوا ديروا، راه الموديلات حطيت لكم الالوان كامله، كاين الاحمر الازرق، يعني كاع الالوان غيجي معاهم الدونتيل الاسود. وبالنسبه للتنوره، التنوره غادي تحتاجوا المتر كافيه البنيتات في هذا العمر اللي في الصوره، اللي كبر شويه غادي تزيدوا يعني متر كافيه، بحال اللي كبر بحال يعني الا كانوا بنيتات في هذا العمر هذا اللي في الصوره غير نصف متر كافيه للتنوره. كناخذوا التنوره، كيفاش غادي نديروا نخدموا هذه التنوره هذه؟ كناخذوا اول حاجه كنحسبوا الدوره ديال الحزام، كتاخذوا الدوره ديال الحزام مضبوطه، ما توسعوش الدوره ديال الحزام كما هي. وغادي الدوره ديال الحزام غادي تقسموها، يعني غادي على عدد تشوفوا شحال ديروا فيهم عدد الكسرات. فهاد الموديل هذا كاين 8 الكسرات في الدوره كامله، 4 الكسرات في الامام و4 الكسرات في الخلف. مثلا عندنا في الدوره كامله الدوره الحزام عندنا 20، عندنا 20 سنتيم، وعدد الكسرات 8، 4 الكسرات في الامام و4 الكسرات في الخلف. كيشوفوا داك الكسرات كيكونوا هنايا، غتحسبوا شحال ديروا داك العرض ديالهم، يعني شحال ما بغيتوا ديروا، غتحسبوا يعني عدد الكسرات 8، كل كسره فيها كانت 2 و2 سنتيم من هنا و2 سنتيم من هنا، هي 4، هي 4، غنديروا 8 في 4 هي 32، تساوي لينا 32. ها نتوما عندنا في الدوره الحزام عندنا 20، القياس ديال الطفله مثلا عندنا 20 في الحزام ديالها، غادي نديرو الكسرات، غنديرو 8 الكسرات، 4 في الامام و4 في الخلف، كل كسره غادي تاخذ لينا 4 سنتيم، سنتيم من هنا عند 2 سنتيم من هنا وسنتيم من هنايا. كيف ما كتعرفوا مثلا هذه هي الكسره، غنديرو في الكسره العرض ديالها مثلا 6 سنتيم، كانت 2 سنتيم من هنا و سنتيم من هنا، جوج سنتيم من هنا و جوج سنتيم من هنا، هي شحال؟ هي 4 سنتيم، يعني كل كسرة فيها 4 سنتيم، وحنا عندنا 8 الكسرات، 8 في 4 كتساوي 32، يعني المجموع ديال هاد الكسرات 32، يعني غنزيدو 32 على 20 ديال الحزام. 20 زائد 32 كتعطينا 52، يعني غتولينا الدوره كامله هي 52، كتاخذوا العبر ديال هذه الكسرات هذه. اذا غادي نجيو هنايا ونطويو الثوب على جوج، وداك الخارج اللي خرج لنا مثلا 52 غادي نقسموها على 2، لان الثوب متني على 2، ونحطوها هنا بحال هكذا، وكنحطوا الطول ديال التنوره ونفس العرض كنهبطوا به. دابا غادي نقطع وغندوز معكم باش نشرح لكم الطريقه ديال الخياطه، وما تنساوش تزيدوا جوج سنتيم ديال الخياطه ديال الخلف هنايا اللي غنديروا فيها السحاب، غادي تزيدوا جوج سنتيم. بالنسبه للطريقه ديال الخياطه، كناخذو نبداو اول حاجه بالتنوره، كناخذو كنوزعو داك الكسرات، عندنا 8 ديال الكسرات، كل كسره غادي نديرو في العرض ديالها 6 سنتيم، كيبقى العرض ديالها على حسب اللي بغيتو، نديرو العرض ديالها 6 سنتيم، كنديرو 6 سنتيم هي مثلا، وكنديرو 4 سنتيم ديال داك الكسره ديال الثانيه، ونبقاو غاديين هكا 6 4 6 4 حتى كنساليوها كامله. من بعد كناخذوا لي بانك باش نقادوا هاد الكسرات هادو، كنتنيو كنخليو داك 2 سنتيم ديال الخياطه اول حاجه، وكنتنيو من هنايا، كنتنيو 2 سنتيم
ديال داك الكسره، وكنجيو من هنايا عاوتاني كنتني داك 2 سنتيم. ها هي وكنبقاو غاديين. هذه هي تتعلموا البلاصه ديال مثلا هذه هي الثانيه، وهذه هي الكسره، وهذه هي الثانيه. كتعلموهم مثلا ديال الثانيه كتعلموهم بحال هكذا باش ما تدوخوش. عاوتاني غادي نتنيو هنا 2 سنتيم، ومن هنا 2 سنتيم، هي 4. صافي، وكنثبتوها بحال هكذا. ثبتوا من الاحسن كل كسره بوحديتها ماشي سهل عليكم، ثبتوهم هكا بالدبابيس بشكل طولي باش في الخياطه ما يهرسوكمش الابره ديال الماكينه. عاوتاني نجيو لهنايا، وحنبقاو غاديين بهذا الشكل هذا حتى كنساليو هاد الثنيات كاملين. صافي، كيبقى لينا غير 2 سنتيم ديال الخياطه اللي غنديروا فيها السحاب. هاهي كنتنيو من هنا 1 سنتيم باش ما تبقاش لينا هكا. بحال هذا الشكل هذا. صافي، كناخذوا الثوب وكنفصلوا الباندا اللي غتركب على التنوره على هذا القياس اللي بقى لينا. اللي غيبقى لينا هو القياس ديال الدوره ديال الحزام زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. كناخذوها من الاحسن هذه الباندا هذه ديروا لها الفيزلين في النصف هنايا، ديروا لها الفيزلين باش تجي واقفه. صافي، وكتشدوها بحال هكذا وكتخيطوا على الماكينه ديال الخياطه. انا غادي نثبتها غير بالدبابيس. بالنسبه للباندا نديروا العرض ديالها، العرض ديالها على حسب اللي بغيتوا. مثلا بغيتوا العرض ديالها 8 سنتيم، غادي ديروا قطعه فيها 16 سنتيم باش منين تنيوها على جوج تبقى لكم كتنيو 8 وكتبقى لكم 8 على برا. بغيتوا عاوتاني ديروا فيها 6 سنتيم تجيكم في العرض ديالها 6 سنتيم، كديروا 12، كتتنيو 6 و 6 كتبقى. ها انتم شفتوا، هانتوما البنات من بعد ما خيطت الباندا كتجي بحال هكذا. هانتوما شفتوا كيجيو هاد الكسرات هادو. اللي بقى لينا غادي تاخذوا هاد التنوره بحال هكذا، وغادي تخيطوها من الخلف داك 2 سنتيم اللي خلينا. غادي نخيطوها كامله حتى لهنايا. شتي ملي كنتنيو داك الكسرات كتجي بحال الشكل ديال ايفازي. غنخيطوها من هنايا، وغادي نجيبو السحاب الطول ديالو 10 سنتيم ونخيطوه هنا. الطريقه ديال خياطه السحاب غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، درتها بطريقه سهله غادي نخليها لكم. غتخيطوا اول حاجه هذه القطعه كامله، وعاد غادي تجيبوا السحاب عفوا وتركبوه بداك الطريقه اللي غنخلي لكم في الفيديو. هنا سبق لي ودرتها. صافي، وبالنسبه لداك القطعه داك البابيون اللي كتجي هنايا، ها هي كتاخذوا قطعه قد الطول قد العرض ديالها مربعه، وكتخيطوها من الجوانب كامله، كتخليو غير واحد الفتحه بحال هكا هنايا، وكتقلبوها. مني كتقلبوها كترجعوا تخيطوا هذه بالماكينه هكا، كتخيطوها باش ما تبقاش مفتوحه. صافي، وكتجيو لهنايا وكتنيو بحال هكذا، تعطيكم الشكل ديال بابيون. راه سبق لي ودرتها في البوني بحال هكذا، وكديروا عليها واحد القطعه وكتحطوها هنايا يعني كديكور. وواحد الحاجه قبل ما تجمعوا التنوره من هنايا من الجوانب، ضروري تكونوا خيطتوا الدونتيل هنا، تكونوا ركبتوا داك الدونتيل هنايا عاد تخيطوها من الجوانب وتركبوا السحاب. صافي، بالنسبه لهاد القطعه ديال الامام، اول حاجه غادي ديروا هي غادي تخيطوا القطعه الفوقانيه عفوا، غادي تخيطوا الكتفين بحال هكذا. بحال هكذا،
ومن بعد الاكمام باش غادي نفينيوهم غتاخذوا قطع ديال شريط، تصايبوا شريط ديال بي من التوب ليكرا وغادي تخيطوه هنايا. الطريقه ديال الخياطه ديالو سبق لي ودرتها، غنخليها لكم كذلك في صندوق الوصف، في فيديو في صندوق الوصف سبق لي ودرتها. غادي تخيطوها هنايا باش تفينيو بها في الاكمام هنا. ومن بعد غادي تجيبوا هذه القطعه، هذه ها هي اللي قلت لكم غادي تحسبوا الدوره ديال العنق الامام والدوره ديال العنق الخلف وتضعفوها مرتين وديروها قطعه العرض ديالها 8 سنتيم ولا 10 سنتيم، وكديروا الكشكشه حتى كتحصلوا كتنقصوا داك الزياده اللي زدتو صافي، وكتخيطوها بحال هكذا. هذا هو الوجه، كتجيبوها من هنايا وكتخيطوها على الدوره كامله ديال العنق بحال هكذا صافي. ملي كتوصلوا لهنا كتخيطوا بحال هكذا، اولا خيطوا هذه عاد ركبوها اللي بغيتوا، كتخيطوها من هنايا وكتجي هذه الخياطه في الكتف. ملي غادي تخيطوها هكذا باش تفينيو العنق ما يبقاش يبان هذه الخياطه هذه، غادي تصايبوا كذلك شريط البي بحال اللي درتو في الاكمام. سبق لي ودرتو على الكولاك، هو نفس الفيديو غنخلي لكم في صندوق الوصف، باللون الاسود ديال ليكرا، وغادي تدوروا على الكول كامل من بعد ما تكونوا ركبتوا هذه خيطتوها هي الاولى باش يغطي لكم هذه الخياطه، وكيجي داك الفينيسيون ديال كيكون هنا مثلا اللون ديال المسلين التوب بلون مغاير، وهذا ديال التيشيرت بالاسود، وكتفينيو بالاسود كتجي العنق بحال اللي في الصوره. اذا من بعد صافي كتخيطوا الجوانب، ملي كتفينوا الاكمام كتخيطوا الجوانب وكتخيطوا الدوره ديال سميتو، وراه كيتلبسوا كل قطعه بوحديتها يعني ما كيكونوش ملاصقين، ماشي فستان يعني تنوره وتيشيرت. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم. ونسيت حاجه، تنساوش تركبوا الدونتيل كذلك على هذه الدوره ديال هذه القطعه هذه اللي غتجي هنايا، تركبوه كذلك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.